بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي احنا بنتكلم في اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الانرجي دياجرام، وعرفنا الشكل بتاعه كده هوت ان زيرو ان نص ان ان زيرو ان نص ان واحد، وعرفنا دي نص ان اتش نيو نود، 3/2 اتش نيو نود، 5/2 اتش نيو نود، وعرفنا ان الطاقة بتساوي ايه، ان زائد نص اتش نيو نود، والنيو نود بتساوي 1/2 باي جذر كي على ميو، وقلنا الانرجي بتساوي النيو نود بتساوي ايه، اي سو ناقص جاما على 2 على جاما تربيع على 2، والتاني بتساوي 2 جاما في ايه اس اي ناقص جاما على 2 على 2، والتالتة بتساوي 4 جاما سكوير ناقص 2 ايه اس ناقص جاما سكوير على 2. ده طبعا احنا قلنا دفعة اللي هو جاما تربيع اكبر من او يساوي الفا على بيتا، اللي هي التكامل هو اللي اصغر. لا احنا الصح ان هو الاثنين ابروكسيميشن، كالتالي جاما سكوير اكبر بكتير من بيتا من الفا على بيتا، وهي ديت الابروكسيميشن اللي احنا مشينا فيها لغايه ما وصلنا للجزء ده. الابروكسيميشن التاني اللي انا هقول ان الفا ان الفا على بيتا بتساوي جاما سكوير، يبقى هو كله اللعب كله في الفا على بيتا. ويمكن دي كانت لخبطه مني في ال يعني يا ريت تعذروني في الفيديوهات اللي فاتت لو انا غلطت فيها، ده ان هو الصح ان هي المعادله اللي هي دي 2 جاما دي 2 في ساي على دي جاما سكوير زائد قوس مربع الفا على بيتا ناقص جاما سكوير سكوير قوس مربع في ساي بتساوي زيرو. دي فيها تو ابروكسيميشن ان الجاما تربيع اكبر من اكبر بكتير من الالفا على بيتا، او الجاما او الالفا على بيتا بتساوي جاما سكوير. دي الحالتين. وعرفنا ان الحاله التانية اللي هي الفا على بيتا از ايكوال جاما سكوير اللي هي بتساويها، هي دي الكومبليكيتد شويه اللي انا بفضل ماشي فيها لغايه ما اوصل ل اللي هي الاتنين ان في الاخر، ان هو قوس بتساوي 2 ان. طيب احنا دي اول حاجه رسمه اللي احنا رسمناها. تاني حاجه قلنا ان هذا النظام هام جدا وحسه معروف في الطاقات والدوال، وعرفنا ان لازم طاقه الضوء الساطع الكلي اتش نيو للضوء الساطع عشان تقدر تعمل فايبريشن لازم تساوي ايه اتش نيو نوت، يبقى هي ده الشق للطاقه كوانتايز، يبقى نيو بتساوي نيو نوت. طب نيو نوت ده بتساوي ايه، 1/2 باي جاز كي على ميو جاز كي على ميو. طيب في حاجة اسمها حاجة جديدة عرفناها، ان حاجة اسمها الويف نمبر. ايه الويف نمبر ده؟ مش الويف نمبر ده بتساوي ايه اتش نيو نود بتساوي اتش سي على لامدا، سي على لامدا اللي هي بتساوي ايه اتش سي نيو نود تيش، يبقى اتش نيو نود بتساوي اتش سي نيو تيش. هتطلع ال H مع ال H، يبقى هقول ان ال H هقول النيو نود تساوي C نيو نود دي. طيب انا عايز دي لوحدها في طرف لوحدها، يبقى نيو ويف نمبر بتساوي نيو نود على C. طب انا عندي النيو نود دي، مش انا قلت دي بتساوي 1/2 باي جاز ميو على كي، يبقى انا هحط هنا قسمت احط هنا سي، يبقى ده الداش دي الداش ده اسمه ايه بيسموه ويف نمبر او مكان ظهوره على ال
اسمه vibrational constant، اللي هو ده اسمه، ده اسمه vibrational constant. لكن new node ده اسمه ايه؟ frequency، frequency of oscillation، frequency عادي جدا مفيش اي مشكلة. يبقى ده اللي احنا لازم نعرفه، ان هو new node ده اللي هو second minus one، second minus one view node ده بتساوي new على c، وده وحدته second minus one. والفورس كونستانت الكي، فورس كونستانت كيلو جرام سكند ماينس 2، يعني كيلو جرام على الثانية تربيع. وطبعا الجوز دي ماس بالكيلو جرام، دي شوية قوانين كده اهوت نبقى عارفينها. نخش بقى على الجزء التاني اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هو factors affecting intensity of vibrational vibrating transition، عوامل بتؤثر على شدة الانتقال التذبذبي. أول هو واحد طبعا احنا عارفين ان هو Boltzmann distribution of molecules among different vibrational energy، توزيع بولتزمان للجزيئات بين مستويات طاقة الفايبريشن المختلفة. القانون العام بيقول لك ان ان على ان نود بتساوي جي ان على جي نود اكسبوننشال قوس كبير ماينس اي ان ناقص اي نود على كي تي. بيقول لك كل مستويات طاقة الفايبريشن لازم نلاحظ ان هي سنجلي ديجنريت، يعني واحد على واحد. يبقى معنى كده ان هيبقى ان ان على ان نود بتساوي اكسبوننشال ماينس اي اس ان ناقص اي نود على كي تي. تعوض بقى بقيمة الاي ان، انا عارف ان هقول بما ان اي بتساوي ايه، بتساوي ان زائد نص اتش نيو نود، اتش نيو نود. يبقى هعوض بقى ايه ال e n دي، n زائد نص q نود، ودي بتساوي نص h نيو نود، نص h نيو نود. هطرحهم من بعض هيطلع لي ان ال n على n exponential بتساوي ناقص n h h نيو على k t، ده اللي هو ايه exponential. يبقى في ناقص هنا، هتبقى هتختزل كل ده هيروح ما عدا ايه، ما عدا ان واحده بس، ان واحده بس هتتفضل. ده بيقول لك حساب عدد الجزيئات في مستوى فايبريشن طاقه بالعدد الموجود مستوى ان بتساوي بالنسبه لواحد يكون ان. طب في الحاله العامه، الحاله هيبقى ان دا ان ان داش على ان اكسبوننشال بتساوي ناقص اي ان ان داش اللي هو اللي فوق. طبعا هو بيجيب اللي فوق الاعلى الاول، واللي دايما الاعلى بيبقى هنا، او ده الاعلى ده الأقل. يبقى اي اس ناقص ان ان داش، اي اس ان ان داش ناقص اي ان على كي تي، ده لما قايم مستويين عاديين مفيش منهم واحد بزيرو. شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي.